طيب يا اخوانا، بالنسبه للتهجد اللي هو في العشر الاواخر، الناس بيصلوا صلاه التراويح وبيرجعوا ثاني بيصلوا بالليل صلاه القيام بيسموها التهجد. المساله دي فيها خلاف كبير بين اهل العلم، فيها خلاف قديم. والخلاف في شنو؟ في انه بعض اهل العلم يرى حسب حديث عائشه اللي ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعه في رمضان ولا في غيره، ما بزيد على 11 ركعه، كويس؟ وقالوا انه خلاص يبقى صلاه زياده على ال 11 ركعه تبقى بدعه. فصلي ال 11 ركعه، اما صليها اللي بنسميها نحن التراويح او تصليها اللي بنسميها التهجد. تمام؟ ده الراي الاول وده دليله. الراي الثاني قالوا صلاه الليل مفتوحه 11 وممكن زيادة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. والدلالة في وين؟ لأن الصحابي سألوا عن العدد، قال كم أصلي من الليل؟ قال ما شئت ما شئت. فقالوا ده فيه دلالة على أنه ما مربوطة بعدد معين، ما شئت صلي اللي بتقدر عليه، كويس؟ وقال مثنى مثنى. وفي رواية حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة بالليل، 13 مثنى ثم مثنى ثم مثنى ثم مثنى، كويس؟ إذن يا أخواننا يبقى الخلاف في المسألة دي خلاف واسع. فبعد ذاك أنت ما ترجح عندك من القولين فاعمل به. ودائما يا أخواننا من الفقه المهم، من الفقه المهم جدا، إنه إذا كانت المسألة فيها سعة وفيها خلاف سائغ بين العلماء وموضع اجتهاد، أنت افعل ما ترجح لك وقل به، ولكن لا تضلل ولا تعنف على من خالفك. يعني لو بلقيت زول قال أنا 11 ركعة ما بزيد منها وأنت بترى تزيد، خلاص صلي بالزيادة وقول الراجع عندك. فالمسألة فيها سعة، الإنسان يفعل ما ترجح له. الاجتماع للصلاة مبني على حكم الزيادة، ده اللي أعرفه أنا والله أعلم. يعني من كان يرى الزيادة على 11 ركعة، اللي بيرى الزيادة فلا بأس من الاجتماع إليها، لا بأس. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.